الصلاه المفروض انها تتعدى في المواعيد، بس الشغل حاكم علينا. لما بكون في البيت اكيد طبعا الواحد بيأديها في مواعيدها، لو مش في البيت لما بنرجع بنكمل الصلاه بتاعتنا. لما كان في الامتحانات كنت باخرها، ممكن انا اصلي مثلا الفرض بعديه بساعه بعديه، المهم ما يفوتنيش الفرض التاني. ساعات بصلي الصلاه في مواعيدها وساعات ما بصلاش في مواعيدها، بصلي بس العصر والمغرب بس كده، مش بصلي الصبح. هل السنوات اللي فاتت من عمر الانسان وما كانش بيصلي فيها ينفع ان هو يقضيها مع كل فرد فرد بعد كده ولا ما ينفعش؟